كنا احنا بالغالب ساكنين في بلاد شرقية، لما قالوا خروف اليهود نزحنا من بيت الشعر، نصبنا قريبين للبلد. في يوم صار طخ في البلد، بعد أتذكر ولع جرون، وفي قالوا كتلوا بقرة وكتلوا واحد من الاخضرات من الطلول. فبرضو أنا شردت بالغنم، أبعدت أكثر وقلت بتت بالغنم من حالي بعيد عن أهلي أبوي وأمي، بتت ليلي كاملة من حالي في بالغنم حتى أبعد عن الطخ شراد فيها، وظلينا للصبح. وفي ناس تكون شارد نشوفه بده يشرد من خربي لخربي، يعني ما بده يشرد من جلدي لجلدي. هذا اللي صار معي. شرح من الظاهرية، سكان سومرة، بشتغل مزارع في الزراعة في الأراضي. هذا اللي هي وظيفتي وشغلي وعملي، مزارع ومع غنم كمان. هذه الأرض تورثتها من أبوي، وأبوي تورثتها من جده رحمة أبوي، وأنا متمسك فيها بأقصى حد. ومن بعدي سأورثها لابن حمد، اللي سميته باسم جده حمد عبد الهادي أبو شعر. لما أجت إسرائيل برضو فينا ناس، يعني كنا بدنا نشرد، يعني نطلع من الليل، ولكن صمدنا، يعني حب في وطننا في أرضنا في غنامنا، شايف؟ ظلينا في موضوعنا موجودين. أراضي إحنا عنا كثيرة، في عنا أراضي برضو مهددة للمصادرة، وفي أراضي عنا كمان اللي هي موجودة حاليا، يعني متخوفين من هذا الإشي اللي هو بصير التوسع والشغلات اللي بيقولوا عنها. مستقبلنا غير أرضنا، ما في بديل، يعني ما فيش بديل أصلا. وين نروح عن وطننا؟ الشيء اللي بتربى فيه، بقولوا احنا عندنا المثل مسقط الراس غالي، ما في رواح من بلادنا، ما بتصير، يا اما موت يا اما حياه.